طيب اهم حاجه هنبتدي بيها طبعا اخبار الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، وبيستعد لمواجهه غايه في الاهميه امام فريق بلاتينوم الزيمبابوي باذن الله تعالى يوم السبت المقبل الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره، احدى المواجهات الهامه جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي لعدد كبير من الاسباب، واتكلمنا في الجزئيه دي امبارح. الفريق وصل خلاص بسلامه الله لزيمبابوي بعد رحله شاقه استغرقت حوالي 11 او 12 ساعه، رحله مجهده شويه، لكن في كل الاحوال الفريق مستعد جدا جدا لهذه المباراة بعد ما كان حصل على أجازة لمدة 48 ساعة لتجنب الإجهاد، وده أمر غاية في الأهمية قبل مباراة مهمة جدا مباراة بلاتينيوم. وفي الحقيقة المباراة دي صعبة ليه؟ لعدة أسباب، أهمها إن أنت بتنافس مع اتنين تانيين النجم والهلال على الصعود برصيد نفس النقاط، دلوقتي 6 الأهلي 6 النجم 6 الهلال، في نفس الوقت فريق بلاتينيوم دي آخر فرصة بالنسبة له، لو هو عايز ينافس على الصعود هيبقى مهم قوي بالنسبه له يكسب النادي الاهلي لا قدر الله، فبالتالي من هنا جايه صعوبه هذه المباراه. الفريق جاهز، الفريق متاهب، الجمهور كمان متشوق ومترقب جدا هذه المواجهه، وانا بصراحه متحمس قوي لماتش بلاتينيوم ده لانه هيفرق كتير جدا باذن الله في مشوار النادي الاهلي الافريقي، وواثق جدا جدا في لاعبتنا وفي الجهاز الفني المميز لفريق النادي الاهلي. خلينا نبتدي مع حضراتكم باخبار الفريق. اللقطات اللي حضراتكم هتشوفوها دي لقطات خاصه بالبعثه، بدايه من التحرك من مطار القاهره امبارح او النهارده الصبح بدري قوي، يعني الساعه 1 الصبح تقريبا اتحركوا ولحد ما وصلوا كمان، ده نجم النادي الاهلي الجديد محمود عبد المنعم كهربا ونجوم عديده في صفوف النادي الاهلي وفي قائمه النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه. خليني اقول لحضراتكم ان الفريق وصل هناك بشكل رسمي خلاص، وبعد رحله طويله كانت من خلال ترانزيت في اديس ابابا لمده ساعتين، وقبل الوصول لهراري عاصمه زيمبابوي، من عاصمه زيمبابوي للمدينه اللي هيكون فيها ملعب هذه المباراه، ان شاء الله يكونوا موافقين. افكر حضراتكم بقائمه النادي الاهلي مباراه بلاتينيوم، 20 لاعب: محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي في حراسه المرمى، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، ورامي ربيعه، محمود متولي، في نص الملعب اليو ديانج وعمر السليه، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، جيرالدو، جونيور اجايي، احمد الشيخ ومحمود عبد المنعم كهربا، وفي الهجوم كل من مروان محسن ووليد ازارو. دي قائمه النادي الاهلي، ودي لقطات في الحقيقه مميزه جدا، يعني اليو ديانج واجايي ولعبه الريست، وواضح ان العلاقات دايما مميزه جدا ما بين لاعيبه النادي الاهلي والروح مميزه جدا في الحقيقه، والامر ده بيبقى غايه في الاهميه ليه؟ لان ده بيبقى من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي الفريق في انسجام ما بينه عناصر الفريق كلهم، واللي بتؤدي في النهايه للنتائج الايجابيه اللي اكيد بيترقبها وبينتظرها دايما جمهور النادي الاهلي في كل مكان. قلت لحضراتكم القايمه بيغيب عنها طبعا حسين الشحات، احنا امبارح كنا قلنا لحضراتكم ان حسين الشحات خلاص جاهز للمباراه طبيا، لكن كان بيعمل بعض التدريبات التاهيليه، الجهاز الفني فضل عدم اصطحاب حسين الشحات لهذه الرحله، ليه؟ لان الرحله هتبقى طويله فهيبقى فيها اجهاد، فانت دلوقتي حسين عنده زي اجهاد قوي شويه في عضله الضمه، فاجهاد الرحله السفر بس لوحده ده ممكن يؤدي في النهايه لعوده الاصابه وتفاقم الاصابه، عضله الضمه تبقى يعني حساسه شويه وسهل قوي ان الاصابه فيها ترجع بسرعه، فبالتالي كان في حرص كبير قوي من الجهاز الفني والجهاز الطبي على عدم اصطحاب حسين الشحات لهذه الرحله، وخصوصا ان هو مش هيكون جاهز بنسبه 100%، هو هيقعد هنا في القاهره، هيبقى عنده برامج تاهيليه عشان يستعد ل ما بعد مباراة بلاتينيوم بإذن الله تعالى. عندنا مباراة طنطا في بطولة الدوري وما تبقى من مباريات عديدة على مدار الشهرين، الشهر الحالي والشهر القادم بإذن الله. ده بالنسبة لحسين الشحات. الكابتن سعيد عبد الحفيظ كان في استقبال بعثة النادي الأهلي، وإحنا عارفين إن الكابتن سعيد عبد الحفيظ كان وصل هو والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق قبل البعثة ب 24 ساعة عشان يظبطوا كل الأمور الخاصة باستقبال الفريق، سواء من حيث ملاعب التدريب، فندق الإقامة، كل الامور اللي بتتعلق بالفريق هناك، وكانوا موجودين في مطار هراري عشان يستقبلوا بعثه النادي الاهلي، كان كمان معهم السفير المصري في زيمبابوي السفير محمد فهمي كان موجود وكان حريص جدا على استقبال بعثه النادي الاهلي، والتقى كمان الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه اللي موجود مع الفريق هناك في زيمبابوي. كمان من ضمن الامور الهامه جدا طبيب الاهلي ينبه على اللاعبين بضروره تناول ادويه الملاريا، وده امر غايه في الاهميه لان تبقى هي على مراحل، يعني كل يوم بتاخد كده حبايه اللي هي بتاعه التطعيم ضد الملاريا، وده بيبقى امر مهم جدا، وكان في تنبيه من الدكتور خالد محمود على الجزئيه دي على جميع اللاعبين وجميع البعثه بشكل كامل،
وان شاء الله نتمنى لهم السلامه وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق باذن الله باذن الله في مباراه يوم السبت. فيما يتعلق بمروان محسن، مروان محسن موجود مع البعثه هناك في زيمبابوي، هو عنده كدمه في وجه القدم. الكدمه دي هيتم تحديد مدى امكانيه لحاق مروان محسن بالمباراه ولا لا، هيكون من خلال ايه؟ من خلال ان هيكون في تدريبين او في برامج تاهيليه لمروان سواء النهارده او بكره، النهارده الاربعاء او بكره الخميس، ويوم الجمعه هيبقى في اختبار طبي قبل مران الرئيسي والاخير اللي هيكون على ملعب المباراه، الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه. بناء على الاختبار الطبي اللي هيكون يوم الجمعه لمروان هيتم تحديد اذا كان مروان هيقدر يلعب ولا مش هيقدر يلعب، لكن في محاولات ان هو يكون موجود ومحاولات مهمه في الحقيقه عشان احنا عايزين اكبر كم ممكن من اللاعبين يكون متاح لمين للجهاز الفني. ده فيما يتعلق بمروان محسن. كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي اتكلم وكان ليه تصريحات، وتصريحات بخصوص مباراه بلاتينيوم بالطبع، وقال ان المباراه دي صعبه للغايه وان احنا عندنا خبرات كبيره جدا في فريق النادي الاهلي، باذن الله هترجح كفه فريقنا من خلال ان احنا نخرج بنتيجه ايجابيه من مباراه بلاتينيوم. قال كمان المباراه دي صعبه للغايه، ليه؟ لان فريق زيمبابوي او فريق بلاتينيوم زيمبابوي بالنسبه له دي اخر فرصه للمنافسه على التاهل لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، فهيبقوا متحفزين جدا، هيبقوا مركزين قوي في كيفيه لا قدر الله التغلب على النادي الاهلي، فمن هنا ايضا جايه صعوبه هذه المباراه. قال كمان ايه؟ قال ان الهزيمه من النجم الساحلي بالنسبه لفريق بلاتينيوم على ملعبه مش مقياس اطلاقا، هم كانوا خسروا 3-0 نتيجه كبيره جدا على ملعبه من النجم الساحلي. قال الكابتن سامي قمصان ان النتيجه دي مش مقياس لقوه هذا الفريق او ضعفه، احنا مركزين، وقال كمان ان احنا دارسين الفريق بشكل ممتاز وعندنا كافه المعلومات اللي بتتعلق بالفريق سواء فيما يتعلق ببعض اللاعبين اللي رحلوا وبعض اللاعبين اللي انضموا لفريق بلاتينيوم قبل المباراه المقبله. قال تطرق هو للاصابات اللي عند لاعبي النادي الاهلي، قال ان اصابات قدريه، وقال ان احنا قادرين نتعامل معاها بشكل جيد وفي المقبل احنا قادرين نتعامل مع كل الظروف اللي ممكن تواجهنا في مباراه يوم السبت باذن الله تعالى، وان شاء الله يكونوا موفقين في هذه الجزئيه. طيب خليني اقول لحضراتكم احنا كده اتكلمنا فيما يتعلق ببعثه الاهلي هناك كل الاخبار، هنحاول كمان شويه يكون معانا كده ايه زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي هناك في زيمبابوي عشان يقول لنا كل التفاصيل سواء فيما يتعلق بجانب المناخ او الملاعب التدريب، مواعيد التدريب، كل هذه الامور. خليني اقول لحضراتكم ان التدريب النهارده الاول بالنسبه لفريق النادي الاهلي هيكون الساعه 5، يعني وانا بكلمكم كده هم خلاص ان شاء الله يكونوا ابتدوا التدريب، يعني اكيد وصلوا الملعب وابتدوا لان الميعاد بالظبط الساعه 5. في نفس الوقت خليني اقول لحضراتكم ان التدريب هيبقى من خلال بعض التدريبات الاستشفائيه بسبب ايه اجهاد الرحله الصعبه. ده فيما يتعلق ببعثه النادي الاهلي في زيمبابوي. في المقابل في مران قوي للغائبين عن رحله زيمبابوي هنا في القاهره، عندنا مثلا حسين السيد، صلاح محسن، عمار حمدي، ومحمد عبد المنعم. ده هيكون من خلال اشراف الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، تدريبات بالنسبه لهم هتكون بدنيه قويه جدا. فيما يتعلق بسعد سمير هيرجع من المانيا يوم الجمعه الجايه باذن الله بعد اجراء جراحه ووتر اكيلس، وبالنسبه لسعد الجراحه ناجحه بشكل تام وبنسبه 100%، عمل المرحله الاولى اللي هي بتبقى بعد الجراحه على طول مباشره ويرجع لمصر، وبعد كده بعديها فتره هيرجع لالمانيا عشان يواصل برامجه العلاجيه والتاهيليه.